اهلا بيكم مره تانية في الماتش، منورين الدنيا كلها. ومنورنا النهارده احد نجوم التحكيم ومن هو من المسؤولين الكبار عن التحكيم المصري في المرحله الحاليه. واحنا عندنا فتره اللي فاتت ديت التحكيم، او مش اللي فاتت، طول عمرنا التحكيم دايما السبوت عليه قوي جدا، وكان القصه اللي مرتبطه بمباراه القمه من ايام هي احدث القصص المرتبطه بالتحكيم. اداره تحكيميه مصريه بقياده الكابتن ابراهيم نور الدين، هل بيتم تكريمه عشان هو بيعتزل بنهايه الموسم فيلعب مباراه القمه، ولا لانه يستحقها؟ هل اخطا طاقم التحكيم ام اجاد؟ هل القصه دي مستمره ولا لا؟ هل تطوير التحكيم بيسير بخطى ايجابيه ام لا؟ هل شكاوى الانديه بتقابل بطريقه مختلفه عن ذي قبل؟ ده كله هيكون ضمن محاورنا اللي نتكلم فيها مع حضراتكم، مع الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام. منور الدنيا كابتن فاروق. انت اللي منور الدنيا وحبيبي وصاحبي وسعيد اللي انا معاك. انا اللي سعيد جدا بوجودك. يمكن اللقاء ده تاخر شويتين، لكن دايما بنكون مبسوطين بس بوجودك. بس عملنا فيه بروبه في الامارات حقيقي، اللي عملنا بعد الساعه 2 بالليل بالظبط صح. عملنا لقاء وقت بطوله السوبر المصري اللي اتلعبت في الامارات، والحقيقه ان انتوا كنت الاجواء كانت حلوه هناك. جدا كنا مستمتعين، يعني حتى كحكام اجواءكم كانت حلوه وانتوا بتستعدوا للماتشات. كانت اجواء جميله وكانت ايام حلوه، وكانت تدريبات نظريه وعمليه وماتشات رائعه وجميله من الحكام المصريين، وكانت بروفه جميله جدا لكاس الامم. صح بالظبط، لانه كانت دي خلاص قبل كام يوم قبل انطلاق امم افريقيا، هم بعدها باربع خمس ايام بالظبط كده. وعملنا كده زي مؤتمر صحفي مصغر في وجودك، وقعدنا نسالك انا وزملائي من الاعلاميين. انت جبت كل اعلام مصر. هتكلم اكيد عن امم افريقيا معاك، لكن هبدا بالاخير، بطوله الدوري ماتش القمه الزمالك والاهلي، شفت ازاي اداء التحكيم دون الخوض في تفاصيل فنيه اكيد يعني؟ لا شفت التحكيم ده، مش رايي انا بس، ده راي كل الناس. التحكيم ادى بصوره كويسه جدا، سواء ابراهيم او سامي، يعني الطبيب الكامل. لا ادوا مباراه كبيره جدا، عادل برضه في الفار، وابو الرجال وعاطف قدوا مباراة كبيرة جدا، وهاني عبد الفتاح المساعد الثاني طبعا، واحمد الغندور الطعم بالكامل قدم مباراة كويسة جدا ونال استحسان الجماهير المصرية. متعود انا عندكم في اللجنة بتعملوا كشف كده بدرجات، بتقيموا الحكام من اليوم الاول لحد نهاية الموسم. لو نعتبر ان الماتش ده فيه كشف من 10، تدوا طاقم التحكيم كام؟ 8.4 من 10. و4 من 10؟ الدقة دي اللي اشمعنى 4 من 10 ده؟ انت حاسبها بالنص؟ لان في اختبارات كتيره كانت موجوده، وكان تمام. الاداء يتناسب مع اهميه المباراه. وخليني اقول الاهلي والزمالك يا جماعه حاجه كبيره قوي. اللي ما حكمش اهلي وزمالك ما حسش بطعم الماتشات في مصر. فاكيد مباراه كبيره، وزي ما قلت لو المباراه دي حتى وديه هتبقى مباراه كبيره جدا ما بين قطبي الكره المصريه. بس كابتن ابراهيم نور الدين ما كانش حاسس بقوه وقيمه المباراه قوي بعد الماتش، وقال 9 و10 يعني. اي نعم نفى انه بيقلل من قيمتها، بس التصريح اتاخد بالشكل ده. بالعكس، احنا قبل المباراه وحتى واحنا في الفندق هو مقدر تماما قوه المباراه وقوه الفرقتين. ومش عايز اقول لك اللي هو كان اهتمامه فوق ما تتخيل. ومركز جدا جدا، وكان رايح وعارف ان هو رايح يحكم للاهلي والزمالك، فرقتين مش مصر كلها. وحتى الكلام ده احنا قلناه في اوضه اللبس. أيوة. مش مصر بس بتتفرج على المباراه، العالم العربي كله بيتفرج على يعني فرقتين من اعظم الفرق في افريقيا واكبر الفرق في افريقيا. فهو كان عامل استعداداته كبيره جدا لهذه المباراه. لكن هو يمكن التصريح ده ما يقصدش بيه كده طبعا، لان كامل الاحترام للاهلي والزمالك. لان المباراه بتقول حتى لو وديه حتى بتبقى ليها طابع خاص. كابتن اسم الاهلي، خلي بالك يعني انت دايما بتدور في الكوره في مصر، والاهلي والزمالك هم قطبي الكوره المصريه. حتى احنا زمان يعني في المعسكرات والماتشات الدوليه لما كنا بنسافر كنا بنتحول كحكام في المعسكرات النخبه لمشجعين الاهلي والزمالك. لان دول بلدنا، دول بيمثلوا بلدنا، فكنا نبقى فرحانين لما الاهلي يكسب والزمالك يكسب. ونقعد نتناوش في مناوشات جميله كده. الاهلاويه يقولوا للزملكاويه كذا، والزملكاويه يقولوا للاهلاويه كذا. حكام افريقيا انتوا والحكام الافارقه. فحبنا للاهلي والزمالك هو حبنا لبلدنا. وطبعا ده برضو فيوتشر لما بتلعب بيراميدز، اي فرقه بتمثل مصر احنا بنشجع مصر. صح، لان ده بيعليكم انتوا كمان اعتقد. طبعا 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 صح طبعا. يعني نجاح الانديه المصريه بيخليكم انتوا كحكام في افريقيا واخدين وضعكم
وكمان غير كده اللي احنا واخدين وضعنا، نجاح الانديه المصريه والمنتخب المصري بيرفع من اسهم الكره في مصر، وبالتالي اسهم الحكام. مفهوم. يعني هي القصه كلها مترابطه مع بعض. 1.6 هي بس اللي ناقصها اداء طاقم التحكيم في مباراه الزمالك والاهلي، ليه؟ احنا قلنا 8.4. فبالتالي 1.6 اللي ناقصين من العشر. لأن ليه أكيد بقى؟ اكيد طبعا. بص، مفيش مباراه هتخلو من الاخطاء. خلينا نتكلم بمنتهى الامانه، زي اللعيب استحاله لعيب يخرج من المباراه ما عندوش اخطاء. فاكيد بتبقى في اخطاء، بس الحمد لله حتى لو في اخطاء بتبقى صغيره غير مؤثره في المباراه. غير مؤثره في المباراه، مفيش ولا خطا في الماتش ده مؤثر في نتيجه لا المباراه؟ لا نهائي خالص نهائي. الطرد ما بيكونش مؤثر في نتيجه الماتش؟ احنا مش هنتكلم عن حالات فنيه، مش هنتكلم، بديك المجمل. طبعا انا بسالك، الطرد بيؤثر في نتيجه الماتش؟ اكيد طبعا، لو اثر وفرقه خسرت بيأثر طبعا. لو خسرت بس اكيد طبعا، لكن لو كسبت نعتبره مش مؤثر؟ مش مؤثر طبعا. وعشان كده ما اعتبرناش الانذار الثاني لكريم نيدفيد مؤثر. لا انا مش هتكلم في الحالات الفنيه تماما خالص، يعني خلينا نبعد عن الحالات الفنيه، خلينا نتكلم في المجمل العام. المباراه نجحت تحكيميا. وبالتالي معنى كلامك انه الهدف اللي سجله الزمالك الثاني هدف صحيح؟ اكيد طبعا، لانه لو غلط معناها انه الاخطاء اثرت في نتيجه المباراه. اكيد طبعا طبعا. تمام، خليني اسالك على كواليس بقى اختيار الطاقم واختيار الكابتن ابراهيم نور الدين ليقود المواجهه. ازاي اخترته وانت عندك قائمه من حكام كلهم كانوا مرشحين قبل المباراه ان هم يديروا؟ ازاي استقريتوا على الكابتن ابراهيم نور الدين؟ هي مش كواليس، هو احنا دايما مستر بريرا دايما بيبقى عنده زي نظره مستقبليه في الماتشات اللي هي بتحدد دايما، يعني اهلي وزمالك، نهائي كاس مصر، السوبر المصري، نهائي الرابطه، دايما بيبقى عنده خطه مستقبليه. نقول مثلا تمام، بيقول مثلا سين هيحكم ده وصاد هيحكم ده، كمبدا حاجه مبدئيه. تمام، لكن لو لقينا مثلا الامور ماشيه خلاص، لكن مثلا ممكن حكم يكون عنده لا قدر الله اصابه، حكم مش موفق، حكم مسافر في ماتشات بره، فتتغير الصوره تماما. فهو كان من ضمن النظره المستقبليه لهذه المباراه من مستر بريرا انه كان ابراهيم يكون موجود في هذه المباراه. قبلها بقد ايه بتحطوا النظره المستقبليه دي الا اذا جد اي جديد وغيرتوها؟ بتبقى نظره مستقبليه، مش عشان برضو ما تتفهمش اللي هي لا ده احنا خلاص ثبتناها، لا ده مبدئيه مبدئيه. قبلها بقد ايه يعني بتحطوا جدول مدته من النهارده لحد كام شهر جاي او كام بطوله جايه؟ لا يعني لو البطولات مثلا في خلال مثلا شهر او اتنين بتبقى محطوطه النظره دي، يعني يعني من فتره، مش وليده اسبوع ولا 10 ايام، لا بتبقى من فتره كبيره. واختيار الكابتن ابراهيم نور الدين كان بقاله قد ايه؟ لا كنظره مستقبليه اتحطت في الماضي؟ لا كان موجود من اكتر من شهر. اكتر من شهر؟ اكتر اكتر من شهر. كابتن ابراهيم نور الدين كان من اكتر من شهر هو اللي هيقود القمه، كان محطوط، كان محطوط ضمن الناس اللي هي مرشحه. حلو. في المباراه هو ومين بقى؟ لا ما انا بقول لك، هو لما بنيجي نقول بنقول ان سين ده ممكن يحكم نهائي كاس مصر، تمام، وصاد يحكم السوبر، تمام، وده يحكم مش عارف ايه. هو كان محطوط كده يعني، يعني زي ما على راس الحاجات دي كلها. على راس كل ده. فجاء اختياره للاهلي والزمالك، فانت بتبدا بقى تبص تشوف هل مثلا هو ممكن قبلها مثلا لا قدر يكون مصاب، تمام، هل لا قدر مش موفق في ماتشات، بتتابع كل الحاجات دي كلها. تمام. هل هو مش جاهز؟ مفهوم. وتبص الحاجات دي كلها. هو قبلها باسبوع كان لاعب ماتش بيراميدز والجيش، مظبوط، وتابعنا المباراه وكان ماتش صعب جدا، الانتهى بالتعادل، عمل مباراه كويسه جدا وكان جاهز بدنيا وفنيا. فما كانش ما يمنع، يعني مفيش حاجه تمنع ان هو يكون موجود، لكن ممكن في خلال الايام اللي قبلها ناس تبدا تخش، تبدا تخش برضه في الاختيارات. تمام. فانت لما جيت قبل المباراه كانت برضه الاختيارات كانت قليله، قلت ليه؟ لان انت كان ليه عندك ليه بقى كان امين محكم ماتش الاهلي، تمام، واحمد الغندور ماتش الزمالك، تمام، ومحمود البنا اخر ماتش محكم للاهلي، تمام، ومعروف لا معروف ما كانش محطوط في الترشيحات، ما كانش محطوط في ترشيحات المباراه. في ناس بدات تقول لك ان انتوا شلتوا معروف، هو معروف بسبب نهضه بركان وابو سليم، هو ايه اللي حصل؟ او اعتراضات الناديين؟ لا 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 خالص، ما كانش محطوط اصلا. لا لا معروف كان محطوط في ماتش الاهلي في السوبر، تمام، لكن معروف الناس اللي هو ماتش الاهلي قدام مين؟ اللي هو كان الاهلي والزمالك في السعوديه، الكاس، نهائي الكاس. تمام. لكن انت ما تيجي تقول معروف، ومعروف عمل ايه هناك؟ بالعكس، معروف قدم مباراه رائعه هناك في نهضه بركان، اشادت بيه كل الناس. حقيقي. لكن سلوك انسان، يعني مش عايز اقول اللفظ، لكن سلوك انسان او سلوك لاعب بهذا الشكل دي مشكلته هو، مش مشكله معروف. لكن معروف الاتحاد الافريقي اثنى عليه في ادائه في هذه المباراه، وعمل، والنهارده كان معروف بيلعب في الدوري. ايوه. فيعني لو انت هتقول لي انتوا ما حطيتوش معروف عشان الحاله النفسيه وعشان، طب ما الفرق ما بين الاهلي والزمالك 3 ايام ولا 4 ايام، هو بيلعب النهارده. فالقصه كانت بس ماتش النهارده مش بنفس
الضغط اللي كان هيتحط عليه في ماتش اهلي وزمالك. مش بنفس الضغط بس في الاخر ماتش في الدوري الممتاز. انت لو انت متاثر نفسيا او تعبان هتاثر فيك اي حاجه، خدت لو خدت ماتش في القسم الثاني. تمام. فالقصه كانت واضحه، معروف حكم كبير واكيد هتكون ليه دور كبير جدا الفتره اللي جايه، وربنا يا رب يوفقه هو وامين عمر ونشوفهم الاثنين في كاس العالم. طب ان شاء الله، بس ليه ما تحطش برضو في ماتش اهلي والزمالك في المرشحين؟ ما وصلتش للاجابه انا كده. عادي. هو عادي. انت شرط ان انت تحط كل المرشحين؟ مش شرط. لا لا مش شرط، لا لا مش شرط خالص. انا اقصد يعني بما انك قلت انه كان مرشح انه يحكم ماتش الزمالك والاهلي بتاع نهائي الكاس، فجت اداره تحكيميه اجنبيه، فمنطقي انا هيقول انه يبقى بالتالي هيتحط لا ترشيح لا لا للماتش لا لا اللي لا بعده. مش شرط. لا في ناس كانت في ناس موجوده في المرشحه في الاهلي والزمالك في تمام. السعوديه ما كانتش موجوده في الماتش ده. هل ده تقليل منهم؟ لا لا خالص. يعني دايما كل مباراه وكل ظروف مباراه بتلاقي الطاقم اللي هو اعتراضات الجماهير على اسم الكابتن محمد معروف كان بشكل او باخر لا سبب لا 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 خالص خالص. خالص. حياة محمد بقول لك واحد من الحكام الكبار، حقيقي ما فيش اعتراض مرشح كاس خالص عالم. نهائي خالص، ولا كان في اعتراض عليه خالص نهائي. بالعوده هرجع لماتش الاهلي والزمالك، لكن عايز اروح معاك لقصه ماتش نهضه بركان وابو سليم كابتن فاروق، لان انتوا طلعتوا بيان، اتحاد الكره طلع بيان طبعا بيطالب بالتحقيقات. طبعا. عجبتني الجمله اللي قلتها، ده بيسيء لصاحب التصرف مش للحكم اللي تم التصرف طبعا تجاهه بالشكل ده. اكيد طبعا. يعني انت دلوقتي حكمك محمد معروف قدم مباراه كبيره، حكم كبير، وفي الاخر يعني نوصل لهذا السلوك المنحدر من لعيب اصلا لا يقدر المسؤوليه. وخلينا اقول ده سلوك فردي، عشان برضو ليبيا دوله شقيقه ودوله محترمه واحنا بنحبها. يعني ما ينفعش، وما ينفعش ان احنا ما نعملش بيان اتحاد الكوره واحنا نقف ورا حكمنا، ولو حصلت معايا حد هنعمل نفس الاسلوب ونفس الطريقه. ومستنيين ان شاء الله قرار الاتحاد الافريقي بشطب هذا اللاعب. شطب اللاعب طبعا. ده توقعاتكم؟ توقعاتنا ان شاء الله، وان شاء الله تكون في محلها ان شاء الله ان يوصل لشطب اللاعب. اكيد طبعا. وصل لكم اي مؤشرات لا ان لا ده لا لسه. القرار الاقرب؟ لا 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 هي. قلت له ايه لما كلمته كابتن معروف بعد المشهد ده؟ قلت له انت حكم كبير وحكم راجل، واحنا كلنا بنحترمك وبنقدرك وكلنا معاك وكلنا في ظهرك، لان انت بتمثل مصر مش بتمثل نفسك، انت مظبوط. بتمثل مصر. شرحك لانه ده بيسيء للي عمل مش للحكم، الحقيقه ده جه في بالنا كلنا انه من ساعه وقعه ماتش الترجي والفيصلي مع الكابتن ابراهيم نور الدين، في ناس خدتها بطريقه اللي هي بتحاول مش مبسوطه باداء مثلا كابتن ابراهيم في مباراه تروح متكلمه على القصه دي، وبالتالي هل ده حط عليكم كلجنه حكام اي ضغط في التعامل مع حكم ممكن ان يعتدى عليه مستقبلا؟ نهائي. نهائي خالص. انت لسه بتقول في بدايه كلامك مش يعني احنا ما ناخدش ذنب الحكم بسلوك لاعب. فانا مظبوط. انا اجي في الاخر اعاقب الحكم واسيب اللاعب خالص نهائي. يعني اعظم حكم في العالم معرض يحصل لحاجه زي كده. انت ممكن واحد يكون ماشي في الشارع ويطلع واحد متهور يخبطه ويطلع مثلا يجري. طب اعاقبك انت؟ اقول لك اصل هو خبطك وجري؟ لا طبعا. نهائي الكلام ده مش بصوره خالص. هل المشهد ده بشكل ايجابي او سلبي ممكن يؤثر على ترشيح الكابتن معروف لكاس لا لا العالم؟ لا 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 خالص. لان هو اتصرف التصرف السليم وده الوقت الضائع المظبوط. أيوة. من وجهه نظر الاتحاد الافريقي واللي كانوا موجودين في الملعب. تمام. فبالتالي هو ادى اداء راقي في هذه المباراه. بالعوده لماتش الاهلي والزمالك، ماتش الاهلي والزمالك بيسند لابراهيم نور الدين تكريما لمسيرته بما انه هيعتزل بنهايه الموسم. بص يا كابتن، عايزين نفرق ما بين التكريم والتقدير. تكريم ده نعمله مثلا ماتش اعتزال، نعمل له حفله في الاتحاد، ده تكريم. لكن التقدير انك انت تقدر حكمك الكبير اللي قادر ان هو يقود المباراه. وبعدين قال هل من المعقول انا اجيب حكم مثلا هكرمه في ماتش اهلي وزمالك، ماتش من الماتشات الكبيره في مصر؟ أكيد لا طبعا. لكن بتقدر حكمك الكبير اللي قادر بتاريخه وخبراته ينجح بالمباراة. لو احنا مش واثقين في كده استحالة طبعا يكون موجود. هو طلب أيا كان هو مين. هو طلب يتعمل له فيلم وثائقي بين الشوطين في الماتش ده؟ لا 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 مش عارف الكلام ده بيجي منين. هو فاضي ما بين الشوطين يتعمل له فيلم؟ ده كان آخر ماتش ليه ولا مكمل لنهاية الموسم؟ لا ان شاء الله يكون مكمل ان شاء الله لنهايه الموسم ولا لما بعد نهايه لا الموسم؟ لا لا هو غالبا لنهايه الموسم. خلاص نهايه الموسم. هو قال انا هو قراري واحد يعني سالته انا على، هو كان ليه جمله قويه لما اتكلمت معاه بعد الماتش، قال لي انا كنت واحد في مواجهه 120 مليون. انه الاثنين كانوا معترضين. الجمهور ده كان معترض، الجمهور ده كان معترض، وان كان هو شكر اداره النادي هنا واداره النادي هنا ان هما الاثنين ما اعترضوش، لكن ازاي تعاملت معاه؟
كحكم شايف انه كلكم عليا. يمكن انا عملت معاه بعد ما قبل ما نطلع على الاستاد نص ساعه بالظبط بتكلم معاه بعيد عن فنيات التحكيم والبتاع، يعني استخدمت الجانب النفسي اللي انا اكلمه وهيئه ان هو ينزل مباراه، انه حكم كبير وعنده خبرات وحكمت وسافرت ولعبت والناس واثقه فيك، وحتى اللي بيهاجمك من هنا ولا من هنا اكيد مثلا عشان متعصب، لكن الناس العاقله اللي فاهمه في التحكيم عارفه انك حكم كبير، حكم في القائمه الدوليه، حكم مثلت مصر. قعدت نص ساعه اتكلم معاه في الموضوع ده يعني. ودي اكيد بيكون ليها وقع كبير قوي لما المسؤول يتكلم مع حكم من حكامه بالشكل ده. اكيد يا كابتن، انا حتى كان باين على وشه وباين على ملامحه وهو بيتكلم، ويمكن كنت معاه لغايه اخر لحظه، لان انا في الاول وفي الاخر انا عايز المباراه تنجح، انا عايز اتفرج على تحكيم يشرف مصر. مش بتكلم كشخص، لا انا بتكلم كمنظومه كبيره مفهوم في مصر. مفهوم طبعا. تماما. كابتن ابراهيم نفسه سمع كل الكلام ده وهو معانا على التليفون، حكمنا الدولي الكبير. كابتن ابراهيم نور الدين، اهلا وسهلا بيك، منورنا. صباح الخير يا استاذ هاني. صباح الفل على حضرتك وعلى النجم التحكيم الكبير السابق والحالي النجم الاداره كابتن محمد فاروق على الساده المشاهدين. منور الدنيا كلها كابتن ابراهيم. نص ساعه من الحديث النفسي اعتقد ممكن تكون ساهمت كمان في ظهورك بثقه مع اسمك الكبير في ماتش الاهلي والزمالك. أنا طبعا بشكرك، أنا اسمي مش كبير ولا حاجة، أنا شأني شأن أي حكم في القايمة، كلنا مستوى واحد. أنا عايز أقول لك حاجة بس، اللي حكم الماتش ده مش إبراهيم نور الدين والطعمي بس، اللي حكم الماتش دوت قبل الماتش وأثناء المباراة كابتن محمد فاروق، ومن قبله مستر بريرا رئيس لجنة الحكام. ولو كان في ضغوط، الضغوط ديت هم كانت عليهم أكتر ما كانت عليا، لسببين اتنين. أول حاجة إن هم متحملين المسؤولية كاملة عني. وانا ده اخر موسم ليا، حتى لو كان هيبقى عليا ضغوط انا كده كده ممكن بعد فتره زي ما الساده المحللين بيقولوا انا هسيب الملعب وهغادر، فيعني شهرين ولا ثلاثه ولا نص الموسم وخلاص والناس هتنزل. لكن الكابتن محمد فاروق ومستر بريرا واللجنه المعاونه في ماتش زي ده بصريح العباره او بالبلدي كده وبالعاميه سالوا كفانهم على ايديهم. ان اي خطا اللي كان هيحاسب عليه الكابتن محمد فاروق ومستر بريرا واللجنه المعاونه اللي هم ومجلس اداره الاتحاد كان هيتحملوا مسؤوليه كامله، وكان ممكن ان هم ما يكونوش موجودين في الفتره اللي جايه لو حصل اخفاق. وكنت شايل هم ان انا النجاحات اللي زمايلي النجوم بتوع التحكيم الدولي امين عمر ومحمد عادل ومحمد معروف واحمد حسام وبالرجال السبعه اللي راحوا مثلونا في كاس الامم والنجاحات الكبيره اللي عملوها ما كنتش حابب ان انا فيها، انا كنت عايز اكمل في نجاح التحكيم عليها. الكابتن محمد فاروق عملنا ما سابناش دقيقه في المعسكر في الاوتيل، وما سابناش دقيقه قبل المباراه، وما سابناش دقيقه بعد المباراه. انا كنت سعيد جدا بيه وهو داخل، هو كان شايل على ايده النجاح للتحكيم المصري مش لابراهيم نور الدين. ايوه للتحكيم المصري، ان هو مستر بريرا الراجل البرتغالي اللي مش مصري بيحارب مجموعه كبيره من الضغوط عشان خاطر يصمم على الحكم المصري. انا بحيي لجنه الحكام، خلي بالك انا مش منتظر من اللجنه ولا من حد حاجه، انا خلاص يعني انا كلها فتره صغيره ومش هبقى موجود زي ما انا اعلنت من البدايه ان انا مش هبقى موجود، ولما قلت في بعد المباراه ان انا يعني لسه ما اقدرش اصرح ان انا هبقى قرار اعتزالي ما يصحش. ان انا الناس اللي قدرتني اللي زي كابتن فاروق معاد التقدير اللي لو دي كانت مباراه تكريم انا كنت هقول ان انا دي اخر مباراه ليا. لكن التقدير اللي يقدر يتقدر، فلازم انا لما اخد قرار زي كده وانا قايل من اللجنه من بدايه الموسم انا معاكم لنهايه الموسم وابي اغير القرار اكتفي لهذا الحد، لازم اروح للكبار اللي قدروني وبيتي اللي صنع نجوميتي لجنه الحكام واتحاد الكوره واقعد معاهم واستاذنهم واخد موافقتهم ان انا اكتفي بهذا القدر وهم اقتنعوا برايي. انا ايه اللي ممكن يدفعك لانك تروح للجنه الحكام تقول لهم انا عايز اكتفي بهذا القدر؟ اللي يكتفي ايه اللي ممكن يدفعك لكده؟ يعني ايه الحدث اللي ممكن يحصل يخليك تقول انا هوقف بقى دلوقتي مش هستنى الحدث اللي ممكن يصير. الحدث اللي ممكن يحصل ان انا ممكن ان انا شايف ان انا لعبت مباراه كنت موفق فيها الحمد لله، الكل اشاد
كل بي يعني بيتمنى ان انا اكمل في كل وسائل الاعلام وكل الناس الرياضيين المحيطين بينا ان عايزيننا مكمل، على راسهم الكابتن محمد فاروق اللي بشكره اللي دخل لي بعد المباراه قال لي انت مكمل وموجود ومفيش اي حاجه في قصه عزاز، واخر السنه نبدا نتكلم تاني. لكن انا شايف ان انا المفترض يا كابتن يا استاذ هاني ادبيا انك تكمل. حضرتك شغال في قناه كبيره زي صدى البلد وحضرتك جالك عرض اخر وحبيت تغير، لازم تقعد مع اسره القناه او المسؤولين عن القناه وتقول لهم وتشكرهم على الفتره الجميله اللي انت قضيتها. ما تبقاش ما ينفعش مش قيمه اتحاد الكوره، مش قيمه اتحاد الكوره ولجنه الحكام ان الحكم اللي بيمثلهم يعلن اعتزاله ما بين غرف خلع الملابس. ايوه صح، القيمه والتقدير ان انا ابقى موجود في البيت استاذنهم واقول لهم هذا انا بكتبه بهذا القدر. هو انا لو وضحت تماما النقطه دي، لو انا سالتك عن حاله فنيه في وجود نائب رئيس لجنه الحكام عادي بقى مش هيوقفك بعدها اكيد صح؟ لا حتى لو نائب رئيس لجنه الحكام مش موجود انا ما اقدرش. انا عارف، احنا ناس محترمه ما بنقدرش نكسر اللوائح. اصل الاغلبيه اشادت بيك، لكن مخرج الماتش النهارده قال ان الحكم هو اللي خدعني، هو وحكم الفار في لقطه كريم نيدفيد. عايز تعلق على كلامه؟ لا 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 مش عايز. بص يا استاذ هادي، انا مش هعلق على كلامه بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه. تمام؟ احنا في الاول وفي الاخر كلنا تيم وورك. مخرج المباراه مكمل ومساعد لطاقم التحكيم. اوكي؟ ما نقدرش نخوض في تفاصيل كل حاجه مسجله في غرف الفار ولجان الحكام بتطلع عليها، وسبب من اسباب ان انا ما طلعتش قلت انا بعتزل التحكيم برضو احتراما، خلي بالك ده انفراد. أيوة. ودي حاجه اخلاقيه ان انا لو كنت بعد المباراه مباشره، انا ما اعرفش الاخطاء اللي في المباراه اثرت ولا ما اثرتش على المباراه، الله اعلم على التقدير والتقرير، لكن انا كنت لازم ادي لجنه الحكام واتحاد الكره فرصه ان انا لو اخطأ اتوقف. تمام. اتعاقب، اتحول للتحقيق. لكن لما تطمن من التقرير والحالات وتعرف ان انت بتقديرك امتياز حبيت تخرج، يبقى انت ما حملتش اللجنه او الاتحاد كبش فدا ليك. أيوه. عملت اللي انت عايزه ومشيت. مفهوم في حاجات كده اصول تتغيب بقى تقريبا عن الناس، لكن احنا اتربينا على الاحترام والاصول واحترام الكبير. انا اسمح لي عشان ما اطولش عليك عشان اسيب الناس تتمتع بالكابتن محمد فاروق اللي كل الناس بتحبه في مصر، الراجل صاحب الرزانه والكياسه والهدوء والاتزان. انا بشكرهم وانا ما فيش اي حاجه تربطني بيني وما بينهم، ولا انا اقدر ان انا اقايد لجنه الحكام او اطلب منهم حاجه يبقى في ما بيني وما بينهم اتفاقيه عشان اسيب مكاني. انا بسيب مكاني بتيح الفرصه لزمايلي زي ما الكابتن فاروق في يوم من الايام كان قادر انه يكمل واتاح الفرصه لينا لما شاف ان احنا كنا موجودين وكملنا ورا الجيل العظيم اللي كان موجود قبلنا، الكابتن فاروق والكابتن اسامه عبد الرؤوف والكابتن سامر عثمان. انا شايف ان الجيل اللي موجود تحتنا اللي هي حلقه فاصله ومحدش حاسس بيها، وبمجهود اللجنه الكبير ان هم بداوا يدعموا الحكام الشباب، ان هم بداوا يلعبوا عدد مباريات شانهم شان الحكام الدوليين، ده اكبر دليل نجاح على نجاح المسابقه في القسم الثاني او على نجاح المسابقه في القسم الاول. ممتاز كلامك، والحقيقه كابتن فاروق قبل ما ندخل الهواء قال لي انك يعني بتتحمل ما لا يتحمله احد، وانهال بالاشاده عليك ده قبل الهواء، ففرصه اقول ولو تحب تقول له كلمه كابتن فاروق قبل ما نختم المكالمه في موسمه الاخير كحكم كابتن ابراهيم نور الدين. هقول له ابراهيم انت حكم كبير وخدمت التحكيم المصري وليك صولات وجولات في التحكيم وعملت اسم كبير في مصر، وكان في هجوم ليك من بعض المتعصبين، لكن الناس لما شافت في ارض الملعب واقتنعت تماما انك بتأدي مباراه من احسن المباريات. بسم الله ما شاء الله كان بيجري ولا واحد مثلا عنده 20 سنه. يعني شفت كل الحالات، بقول لا انت يعني رمز من رموز التحكيم المصري. بشكرك جدا كابتن ابراهيم نور الدين على وجودك معنا حكمنا الدولي، وبالعوده للكابتن فاروق هاخد من حيث اختتم كلامه. الحقيقه في دوري المحترفين اداء الحكام السنه دي والاسماء الجديده اللي بنشوفها بيخلينا نرجع شهور لورا ونجد انه قرار لجنه الحكام برئاسه مستر فيتور بيريرا
واضح ان هو كان منظم ومدروس بالاسماء اللي لعبت بعدد كبير من الماتشات في دوري مش سهل على الاطلاق. ده دوري لاول مره بشكله الجديد يلم كل فرق الدوري بالظبط ومن غير فار. من غير فار انا الحقيقه مبسوط، لكن احب اسمع رايك في اداء الحكام بعد التجربه اللي شفناها دي. يعني هرجع لورا كده لما مشي مستر كلاتنبرج وكنا لجنه موجوده بنشتغل، وانا يمكن قعدت شهرين او ثلاث شهرين ونص كنت رئيس اللجنه. كان ليا نظره مستقبليه في الولاد دول في المجموعه دي بالذات او اغلبها يعني، فقلت اعمل معسكرين، معسكر في الصعيد لحكام الصعيد واجيب تحت 35 سنه واعمل واحد في اسكندريه البحري تمام باللجنه اللي كانت موجوده معايا، ورحنا قعدنا هنا 3 ايام وهنا 3 ايام. حطيت ايدي على مجموعه كبيره جدا من اللي موجودين دلوقتي اللي هم بالعربي كده شالوا الدوري المحترفين لغايه دلوقتي. احنا لعبنا الدوري وعندنا دلوقتي الصعود والهبوط لغايه دلوقتي الماتشات في اخطاء عشان برضو ما نطلعش نزين الكلام. لا طبعا في اخطاء. كم في المية الاخطاء؟ يعني 5%. 5%. كم في المية الاخطاء الكبيرة اللي زعلتكم اللي ازعجت لجنة الحكام؟ في بتاع حوالي 5 ماتشات. 5 ماتشات. لكن على المستوى العام لا، كابتن حكام تحت 30 سنة انا مش عايز اذكر اسماء لان انا متوسم فيهم خير. انا السنة الجاية ان شاء الله عندي 10 او 12 حكم انا بقول لك ياخدوا الرخصة وعلى مسؤوليتي الشخصية ويحكموا اي ماتش. مش لا ما تقوليش مثلا ماتش لا، يحكموا اي مباراة. ليه؟ حكام تعرضوا لضغوط لا يتحملها بشر. مفيش بار، جماهير، ملاعب برضو في ملاعب مفتوحة. لا لازم اديهم حقهم بالكامل كلهم، حتى الحكام الخبرة اللي معاهم، لان الموجودين دول مزيج ما بين حكام صغار السن وحكام خبرات موجودين معاهم. فلا ده بعتبره شيء اساسي من التطوير ان يبقى عندك صف تاني في الدوري الممتاز. وخلينا ادي برضو الممتاز به اللي موجود فيه سعيد عوفار واحمد ساهر، وادي القسم الثالث الموجود فيه احمد الجرحي. الناس دي تعبانه جدا وبيطلعوا حكام، في حكام في القسم الثالث عمرها ما كانت بتصفر. لعبت 10 و12 ماتش شفنا منهم مجموعه هايله، جسم وسن صغير وبيأدوا وبتاع. في ناس غلطت برضه، لكن في الاخر انت كسبت حكام تمام يحكموا لمصر لسنين جايه. حلو قوي، انت قلت كام جمله كده لازم اقف عندهم شويه. اتفضل. اولا هقف عند اخر حاجه بس اللي بتاعت جسم الحكم وستايل الحكم طبعا. جسم الحكم الكابتن حماده القلاوي، كنت بتفرج من كام يوم على، هتكلم عن الماتش ده بشكل منفرد، لكن كنت بتفرج على التحليل ما بعد المباراه. الكابتن حسني عبد ربه اسطوره من اساطير الكره المصريه، كان بيتكلم في ان جسم الحكم بالبنيان الكبير ده ممكن يبقى مش حاجه في صالحه على مستوى الحركة وعلى مستوى الرسائل اللي بتتبعت للعيبة. مش حلو ان انت كحكم تبقى، ما معناه يعني هو ما قالهاش بنصا، بس ما معناه ان انت بتفرد عضلاتك على الحكام. هل ده كلجنة حكام ليكم تعليق عليه سواء بالاتفاق او بالاختلاف مع اللي قاله كابتن حسني؟ انا الاول هسألك انا سؤال بعد اذنك. يعني الحكم بتاع السعودية البرازيل اللي ادار يعني ماتش يعني كان قد حمادة مرتين. انا ما شفتش حد طلع يتكلم عليه. لكن لما الحكم يعني طبعا حسني حبيبي كابتن حسني عبد ربه وبتاع الكلام هنا على دارونكو طبعا. طبعا اتفق معاك، لو الحكم بنفس الشكل وما عندوش رشاقه ولا مرونه اقول لك يبقى في مشكله تمام. لكن حماده اللي هو عنده من الرشاقه والمرونه واللياقه البدنيه، انت تشوف حماده وبيعمل الاختبار بسم الله ما شاء الله عداء هو ما شاء الله. لكن هو جسمه كده ولا بتاعه ما بيأثرش عليه، هو مش داخل خناقه انه يتخانق ولا، بالعكس كامل الاحترام لكل اللاعبين في الملعب والكلام ده. انا حزين بس يا كابتن ان حماده لعب مباراه هجوم ماشي ممكن ما يكونش موفق لكن حماده اللي هو السنه اللي فاتت كان واحد من احسن الحكام الموجوده في مصر حتى في الشارع. قد يكون مش موفق في مباراه، احنا عندنا ممكن يكون محمد صلاح في مباراه نقول ما كانش موفق في مباراه مظبوط. هل ده مش يعني انا الهجوم العنيف اللي اتعرض له يا جماعه ماشي، حكم خارج نطاق الخدمه، حكم ما كانش، ما فيش مشكله ما بيحصل مع اللعيبه، لكن هو حكم كويس عنده موهبه، قد يكون مثلا مش موفق في اليوم ده. لكن هحط نفسي مكان الناديين والجمهور شويه. الماتش ده كان فيه قرارات جدليه كتيره، نتفق؟ اكيد طبعا، يعني كان فيه اخطاء فنتفق بدون ما نروح للاخطاء. اكيد ايه بدون ما نروح للاخطاء، مش هنروح للاخطاء بس كان فيه اخطاء.
حتى فيوتشر طلع بيان بيطالب فيه بعدم اسناد الفتره اللي جايه مباريات للكابتن حماده والكابتن عبد العزيز السيد لماتشات فيوتشر، ايه تعليقكم عليه؟ كامل احترامي لكل الانديه، لكن ما فيش انديه بتفرض علينا ان ده يروح لها وده ما يروحلهاش. قلت لهم ايه طلباتكم؟ قالوا لي زي ما هو اساسا راجع لنا من ايقاف 3 شهور ان يوقف من جديد. مين قال لك ان هو راجع من ايقاف من 3 شهور؟ حماده كان بيلعب من اسبوعين. كان بيلعب ماتش المقاولين، يعني انا مش متذكر، لكن حماده كان بيلعب. ده الكلام ده كان عنده حاله ايقاف في اول مباراه لعبها في الدوري. لكن رجع لعب 3 و4 ماتشات باداء راقي جدا. ففين الماتش اللي هو بتاع طبعا الاولاني ده اللي هو فاركو والمصري اللي كان فيه اللي كان الخطأ. لكن لعب بعد كده 3 و4 ماتشات بعدها. فما كانش جاي من ايقاف ولا حاجه. ثانيا عايز اسال سؤال يا كابتن، لو الانديه تضمن لي ان اللعيبه ما تغلطش، انا هضمن لهم الحكام ما تغلطش. ما اللعيبه لما بتغلط بيتخصم لها بقى ويحصل لهم لائحه من يعني انديتهم. انا اتمنى الانديه تركز مع فرقها، حتى لو في اخطاء. انا يعني بقول ساعات في اخطاء وساعات بعذر الانديه، لكن هو هي دي كره القدم. هل الماتشات يعني الكبيره وكاس العالم ما فيش اخطاء؟ ما في اخطاء موجوده، في اخطاء، لكن احنا هنا ليه الحده الحكام في حاجه زي كده؟ يعني انا بتمنى بنحترم جميع الانديه، لكن احنا مش بنتدخل في شغلهم. لما لعيب يغلط واقول له ازاي غلط او ازاي انت هتلعبه. اتكلمت واتكلم الكابتن ابراهيم نور الدين عن التقدير، ان انتم مقدرين الحكام كويس، لكن هل تعاملكم مع الكابتن الصباحي والكابتن الحنفي والكابتن محمود عاشور كان بينقصوا شويه التقدير؟ لا طبعا، كامل التقدير ليهم. مين يقول كده؟ مين يقول عاشور وخدم التحكيم المصري؟ عاشور على فكره حكم كبير في الملعب كمان، مش في الفار بس. محمد الصباحي نفس الكلام، محمد الحنفي نفس الكلام، كامل التقدير والاحترام ليهم طبعا. عشان ما يبقاش بالكلام بس، ماذا عن الفعل؟ الثلاث حكام دول يعني ما بين ايقاف، ما بين عدم اسناد مباريات. خلينا بس نفرق ما بين يعني بص يا كابتن، انا ممكن اكون بقدر حكم، لكن مش معنى ان اقدرك لو انت غلطت انا ما اوقفكش. يعني طبعا، يعني التقدير حاجه والثواب والعقاب حاجه. عشان بس نفرق، يعني انا اي حد في الدنيا اعظم حكم في العالم بتقدره وتحطه في دماغك، لكن لما يغلط لازم يتحاسب. مش معنى ان انت كبير ما تحسبش. ايه غلط الكابتن محمود عاشور؟ لا انا بتكلم عامه، مش بتكلم على وانا متفق مع المبدا. لا عاشور ما عندوش اخطاء في ملعب خالص نهائي. لان عاشور في الفار يعني حاجه تشرف. مظبوط، انتوا بعتوا له جواب شكر بعد بطوله امم افريقيا اللي دار فيها 11 مباراه في الفار، وفي بطوله افريقيا كمان. واولمبياد رايح. لكن عاشور يعني عايز اقول لك ايه، لما يعني ما جريش او ما نجحش فبالتالي ما حكمش. لكن لما يرجع يحكم بالعكس، ده انا بقول لعاشور تحكم في الملعب حكم رائع. ملوش اخطاء في الملعب لكن ليه اخطاء بره الملعب. لا مش اخطاء بره الملعب، برضه تصريحاته، ممكن تصريحات يعني يكون هو مثلا ما كانش موافق فيها او ما يوصلش زي ما قال لي. فدي برضه يعني برضه ما انت لازم تبقى معاك شايف الدنيا ماشيه ازاي. فممكن يكون برضه مستر بيرا صعب عليه من التصريحات، واحنا فهمناه وقلنا له ان محمود عاشور بيتكلم ما يقصدش، بيقدرك بيحترمك كراجل اسم كبير وتاريخ كبير والكلام. وعاشور قال لي كده، قال لي بحترمه وبقدره والكلام ده حتى واحنا في الامارات. والراجل على فكره بيحترم محمود عاشور جدا. ليه اساسا بعد امم افريقيا اغلب الحكام كانوا طلعوا في الاعلام اتكلموا، اغلبهم انتقدوا وجود مستر بيريرا، مش كابتن عاشور بس، يعني كابتن محمد عادل نفس القصة. محمد عادل ما انتقدش خالص الراجل. لا يعني ما بين ان احنا الاسماء المصرية لا تقل، وان احنا ما بين ممكن نوفر الدولارات، ما بين ان احنا وذكر بالاسم سواء كابتن جمال الغندور كابتن عصام عبد الفتاح. ليه كانت الاتجاه ده حصل من جانب عدد من الحكام بعد بطولة امم افريقيا؟ بس انا ما سمعتش حد ان هو انتقد. ما سمعتوش غير عاشور؟ انا سمعت عاشور، بس عاشور برضو ما كانش بينتقد، وعاشور كان بيتكلم على مبدأ عام وليس على مستر بيريرا بالذات يعني. لكن ما سمعتش كان يعني المجموعه الموجوده ما، ودليل لو في حاجه كنت هتلاقي في مشكله على الاقل، يعني ما فيش حاجه خالص بالنسبه لهم يعني. ليه ما تحطش على الفار في ماتش كبير زي الاهلي والزمالك؟ مين؟ كابتن عاشور. ما فيش مشكله، هو شاف اللي برضه محمد عادل لا يقل عن عاشور برضه على فكره. محمد عادل من الحكام الكبار الموجودين. وانا على المستوى الشخصي اتمنى ان هو يكمل في الملعب 50 سنه. يعني النهارده انا كنت سعيد بيه، مش عشان الماتش، لو حكم بطولات. بص يا كابتن، لما تلاقي حكم كبير بيلعب مباراه المنصوره والازازيه النهارده بنفس ادائه، لما حكم في الامارات نهائي في السوبر المصري بنفس ادائه، لما لعب في كاس الامم هو الاهتمام هو بتاع ده ربنا يكرمه ويوفقه. يعني اداء راقي واداء كويس جدا في محمد عادل. كابتن الحنفي وكابتن الصباحي اخبارهم ايه معاكم؟ هم مستنيين يجهزوا عشان يبداوا يعني يجروا. الصباحي في الفار عنده ماتش غالبا بكره.
بكره بكره واحد من الثلاث ماتشات بتوع بكره هو موجود, موجود فيه على الفار. الحكم الرابع هل بيكون مسؤول بشكل او باخر عن قصه اختفاء الكرات, او ان فريق معين شال الكوره او خباها او اخر نزول الكوره البديله في الملعب؟ بيبقى ليه جزء من المسؤوليه لكن مش المسؤوليه كلها, لان المراقب لجنه المسابقات عليه الجزء الاكبر. حلو, اشرحها لي, اشرح لي المسؤوليه الكامله بتتوزع. المسؤوليه طبعا بتتوزع على يعني مثلا بنسبه كبيره جدا على المسابقات, وبيتممها او الجزء الاخير فيها الحكم الرابع. وحكم الساحه؟ لا, حكم الساحه لانه لو تنبه لكده هيبلغوه على الاقل. لان الحكم مركز جوه الملعب, مش هيبقى عينه هنا وعينه هنا الكلام, لكن هو مركز جوه الملعب. تمام. فبتاع المسابقات بيبقى ليه دور الاكبر في هذا. هو الدور الاكبر في انه في كيفيه يعني وجود الكرات وعدم غياب الكره. كابتن احمد الغندور هو اللي كان حكم الرابع في ماتش كان موجود. وعلى فكره احمد كان بيتكلم, لان انا كنت متابع وبص على احمد, احمد كان بيتكلم على الكرات. تمام. وبيقول وقال اكتر من مره. كابتن محمد معروف كان مرشح حكم رابع في الماتش ده واعتذر؟ لا 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 خالص, ما كانش مرشح نهاية اصلا. نهاية. ولا ساحه ولا لا 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 ماتشات الترقي من الدرجة الأدنى إلى الممتاز حددتوا حكامها؟ يعني مش فاهم. اللي هي الدورة الأخيرة اللي الأخيرة لا لسه, لسه 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 ما تحددش؟ لا لا لسه ولا بس عاملين برضو تصور لحكامها؟ أكيد طبعا طبعا. من الحكام الدوليين؟ اللي هي دورة الترقي؟ هي من الدوري ودوري ممتاز بنسبة كبيرة جدا. من الحكام الدوليين والدوري الممتاز. نظرا لأهمية الماتشات طبعا دي يعني. احنا بنفكر نلعبها بفار يعني. بفار؟ بنفكر يعني. كان ممتاز. جمال بيقول لي احتمال بيفكر يلعب الماتشات دي بفار يعني. مين اللي قال؟ كان استاذ جمال علام. استاذ جمال علام ممتاز. طبعا هي مهمه جدا طبعًا و... طبعًا. يعني حاسمه وفاصله قوي. هنشوف كم حكم تقريبا من اللي حكموا في الدرجات الادنى في الدوري الممتاز السنه الجايه يا كابتن فاروق؟ لو الرخص موجوده ما يقلش عن 12 حكم. 12 حكم ممكن نشوف 12 حكم جديد في الممتاز الموسم اللي جاي. وده رقم كبير قوي. صح. طبعا, لان احنا متابعينهم. خلي بالك مش متابعينهم وخلاص, ده احنا بنروح نقرا ماتشات نتفرج عليهم ونشوفهم. يعني احنا بنسافر ونتفرج عليهم في ماتشات. ممتاز. نطلع لفاصل. تمام. ونرجع بعد الفاصل نكمل مع الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام المصرية في اتحاد الكرة. ولسه أسئلتنا مكملة ونقاشاتنا مستمرة عن التحكيم المصري. خليكم موجودين معنا. اهلا وسهلا بكم مره تانية في الماتش. لسه منورنا الكابتن محمد فاروق نائب رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكره المصري. منور الدنيا كابتن فاروق. منور الدنيا كابتن. اخبار مستحقات الحكام ايه يعني؟ واضح ان في انفراجه عن اللي كنا عايشينه الشهور اللي فاتت. يعني خلينا نقسمها جزئين. يلا. الجزء الاول بتاع الدوري الممتاز. دول بياخدوا فلوسهم بانتظام ومفيش مشكله. احنا وصلنا الاسبوع ال 16 او ال 17 يا خلاص. ده جوله بس اللي جوله او اثنين يعني. جوله او اثنين. وبما فيها الرابطه بتاعت النسخه دي واللي قبلها. في اثنين اتصرفوا من الرابطه. لكن في الرابطه الاولى لسه برضو ما بين اتحاد الكره ورابطه الانديه مش عارفين مين هيدفع يعني. دي توصل كام المستحقات الرابطه الاولانيه؟ يعني تعمل لها بتاع 6 مليون 5 مليون. 6 مليون. لكن الدوري الممتاز مفيهوش مشكله. تمام. هنيجي بقى دايما انا بقول فلوس الغلابه, لان انا منحاز ليهم جدا. احنا كنا صرفنا في اول الموسم اسبوعين. تمام. وجينا صرفنا اول امبارح 6 اسابيع. طبعا برضو الاتحاد يعني بيحاول بقدر الامكان, لكن هم متاخرين في الفلوس. سواء المحترفين او الممتاز به او القسم الثالث او البنات. احنا صرفنا للاربعه دول 6 اسابيع. اتمنى ان شاء الله. بعيد برضو. بعيد. لكن ليه الممتاز مشيت والغلابه زي ما بتسميهم اقل؟ الممتاز فلوسهم مدفوعه للرابطه. من الانديه للرابطه. فدافعين. فمجرد ما سياده النائب احمد دياب بيخلص يقول لك خلاص اصرفوا, الفلوس موجوده. تمام. لكن في اتحاد الكوره ساعات فلوس بتاخر طبعا, ممكن تكون مثلا في ازمه ماليه في حاجه زي كده فبتاخر. لكن برضو لازم ادي اتحاد الكوره حقه, استاذ جمال علام والمجلس, استاذ وليد العطار. الناس مجرد ما بنقول لهم والبتاع ما عندهمش مشكله, مجرد ما الفلوس موجوده بيصرفوا. بيقولوا لكم ايه طيب لما بتشتكوا ان اتاخرنا وان الغلابه؟ بيقولوا لنا يعني مثلا ممكن نصبر شويه عشان مثلا ايه في ازمه موجوده دلوقتي, في فلوس مش موجوده. في برضو لان هم برضو دخلوا على ملفات كتير وفلوس كتير اتصرفت وبتاع. فمن 3 ايام صرفوا 6 اسابيع. تمام. واثنين يبقى 8. لكن ان شاء الله مع المجلس. 6 اسابيع دي كانت قد ايه تقريبا اجمالي؟ قد ايه؟
لا مش عارف كم بالظبط يعني، لكن ان شاء الله تبدا تمشي الدنيا يعني ان شاء الله. باذن الله. الحكام في الدرجات الادنى يعني بتتعامل معاهم ازاي في قصه المستحقات دي يا كابتن فاروق؟ والله يا كابتن انا 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 منحاز ليهم وبقولها في كل مكان، لان دي حقوق ناس. ما ينفعش انا هجمل حتى لو انا مسؤول بقول لا عشان الدنيا تمشي، لا لا. ودايما بتكلم في الموضوع ده على طول، يمكن دايما كل ما بروح الاتحاد بنزل اتكلم مع استاذ جمال وبكلم استاذ وليد في الموضوع ده، لان انا عارف ان في حالات كانت بتعتذر عن ماتشات لان ما عندهاش فلوس تسافر يعني، فلازم اوفر له فلوسه. على ذكر الاعتذارات او معانا فلوس او معناش فلوس، كنت طلعت قرار انه ما ينفعش حكم يروح وهو مثلا بيلعب مباراه في محافظه يقيم او يبات عند حكم زميله من المحافظه دي، كان ايه سبب القرار او ايه منطقكم في القرار؟ مين قال القرار ده؟ لا عامه مين قال، مين طلع القرار ده؟ انتوا ما طلعتوش القرار ده؟ لا احنا بنقول دايما تعليمات لكن ما فيش قرارات بحاجه زي كده. طب ايه التعليمه بتقولي طيب؟ يعني اللي انا عامه يعني احنا دايما بنقول اتقي الشبهات عامه. يعني انا ما ينفعش مثلا اروح لطاقم تحكيم المحافظه واقعد معاهم والف معاهم واروح، ما ينفعش. يعني انا دايما خليني، ودايما انا بقول يعني طول ما انت ماشي واضح والدنيا كلها تمام، مش عايزين، لان في اصحاب نفوس ضعيفه يقول لك اصل طب ما هاني ده ممكن يكون صاحبي وحكم وراجل كريم وبيستقبلني وما فيهاش مشكله خالص. أي يعني أي ما احنا كنا بنسافر افريقيا بيستنانا النادي فندق واكل وشرب وكل حاجه، ويجوا يسافروا لغايه المطار وبخلصها المباراه لان هو ده الواجب. لكن احنا دايما بنقول اتقوا الشبهات عامه، يعني انت انزل في فندق بعيد عن الدنيا كلها وروح ماتشك وارجع وبتاع، خلي صاحبك ده في مناسبه تروح له. دي تعليمه جديده ما كانتش موجوده قبل كده؟ لا لا موجوده على طول. بس دي حاجات موجودة وهم عارفين الكلام ده. هل صدرت لأنه حصل مشكلة ما خلتكم تتقوا الشبهات؟ لا 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 خالص ما حصلش. لا لا مشكلة خالص. شبه كده. لا لا لا. التدخلات، هل في تدخلات بتجيلكم لتعيينات لماتشات معينة؟ بص يا كابتن عمرها ما تحصل، ولو حصلت أنا عن نفسي أول واحد ولا تلزمني الشغلانة دي خالص. المفروض إن هو يعمل تدخلات بصفته المسؤول هو اتحاد الكورة عامة أو يديه. بالعكس اتحاد الكوره ناس كلهم محترمين. والله ما عمر حد في المجلس اتكلم قال لك ماتش، ولا عمر رئيس نادي اتدخل وقال لك حط لي حق، والكلام ده خلاص الكلام ده انتهى. وانا بقول لك يوم ما يتحصل حاجه زي كده احنا القصه زي ما بقولها في كل مكان مش فارقه معانا، ولا نبكي على كرسي ولا الكلام ده كله، لسبب طول ما انت عينيك مش مكسوره ومالكش مصلحه هتشتغل بمنتهى القوه والشجاعه. الحاجتين دول لو انت عندك المشكله دي مش عارف تشتغل صح. فما فيش حد بيتدخل، كامل الاحترام لاتحاد الكوره، الناس الانديه كلهم ناس محترمين، مفيش الكلام ده خالص. واللي عنده حاجه يطلع يقولها. مفيش اي عضو مجلس اداره في اتحاد الكوره المصري مش بيتدخل، بيجي يقول لك ما ينفعش نعمل كذا نعين ده لماتش كذا؟ والله خالص خالص والله خالص والله خالص والله. حتى هم مش عارفين الحكام مين. طب بتوصل لكم هسميها شائعات بما انك بتحلف، الشائعات اللي بتقول ان ده بيحصل بتوصل لكم؟ ما هو الكلام ده خلاص بيتقال كل سنه. يعني كل سنه بيتقال الكلام ده خلاص. يعني انت متعود بتسمع الكلام كل سنه. بص يا كابتن انت بتعامل ربنا وعايز رضا ربنا عليك. انا مش مستني الناس تبقى راضيه عليا وتسقف لك وتقول لك لا، طول ما انت ربنا راضي عليك اعرف ان ربنا هو اللي هيسندك هو اللي هيقف معاك. فالقصه سهله يعني. وجود كابتن محمد عادل في ماتش المنصوره والازازين، وجود الكابتن وليد عبد الرازق في ماتش مطروح مع سبورتنج، وبكره في حكم تاني هيلعب ماتش العبور والسويس من الحكام الممتاز. هل ده معناها فشل او تعثر في نظام التصنيفات اللي هم الناس مش فاهمه؟ اللائحه بتقول كده. اللائحه بتقول انك ممكن تنزل حكم تمام، لكن ما تطلعش حكم. يعني انا ما ينفعش انا دلوقتي في تصنيف المحترفين اطلع العب دوري ممتاز تمام، ما ينفعش انا تصنيف قسم سي 3 العب سي 2. لكن ينفع موجود في اللائحه اللي فوق يحكم تحت، ينزل طبقا لايه؟ بناء على ايه ممكن يحكم من فوق تحت؟ لو بيعاقب لو غلط؟ لا 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 لا. طبقا اللي انت لو اهميه الماتش ممكن. طبعا. لكن احنا ليه متمسكين لاخر حد عشان انت تدي فرصه للمستوى يلعب اكبر ماتشات ويكون موجود؟ لكن مش ده، انا فوجئت الناس قالت لك ايه ده مستر بيرا تراجع وخلاص، هو قال لك لا بوظ التصنيف. يا جماعه لا، اللائحه موجوده، ينزل يلعب اي حكم، ينزل يلعب في المسابقه، ممكن ينزل يلعب قسم ثالث كمان مفيش مشكله. ماذا استفدت او تستفيد من مستر بيريرا كرئيس لجنه حكام اجنبي بيدير التحكيم المصري؟ يعني هو راجل منظم جدا بصراحه، منظم جدا ودايما عنده رؤيه مستقبليه.
يعني فانا مركز معاه في حته الاداريات، وحتى كل الحكام واخدين بالهم من الحته دي. هو راجل في المنظم بيشتغل لمصلحه، يعني مش عايز اقول لك ان هو بيخاف على التحكيم جدا. يعني هو بيخاف على التحكيم بجد فعلا، فانا بتعلم منه حاجات وانا عندي خبرات برضه، يعني انا عندي طبعًا. خبراتي وعندي طبعًا. برضه يعني في الحاجات دي كلها، فباخد منه النقط اللي هي تفيدني ممتاز في المستقبل يعني. ممتاز. هدد بالاستقاله وقت ما عرف ان ماتش الاهلي والزمالك في نهائي الكاس هيبقى بتحكيم اجنبي. لا 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 لا، لان هو يعني اتفهم ان دي احتفاليه كبيره وفيها يعني اسم مصر، فالراجل تفاهم الكلام ده كله وما كانش عنده مشكله يعني. يعني خلينا نقول ان احنا نبعد عن، يعني انا دلوقتي لما انزل حكم يدير مباراه في القسم الثاني، ما انا عايز انجح المسابقه. يعني انا في الاخر تمام. هي مش موضوع عند هنقعد مش عند، بس انتوا في استراتيجيه كانت واضحه جدا انه الماتشات المصريه كلها يديرها حكام مصريون، فبالتالي اعتراضكم كان منطقي بالنسبه لو كان ظهر، لو كان خرج يعني. يعني الناس طبعا احنا كنا معترضين طبعا، كنتوا معترضين طبعا، لكن لما الصوره اتنقلت لنا بشكل من الاستاذ جمال علام والمجلس ان كامل الاحترام لحكامكم ودي لا ملهاش اي دعوه خالص بمستوى التحكيم المصري، خلاص ما كانش في مشكله. لكن بدليل ان احنا رجعنا لقينا الاهلي والزمالك بحكام مصريين، واللي جاي بعد كده بحكام مصريين. تمام. اللي جاي بعد كده كله بحكام مصريين. بالاجنده اللي حاطينها ماتش نهائي كاس الرابطه السنه دي، محددين مين الحكم بتاعه؟ والله محددين دي. سريعه كده. مين هو؟ لا ما ينفعش اعلن حاجه. عادي. لا 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 لا، قولوا مبدئيا. لا بما انك قلت انه في احتمالات للتغيير. خلينا بص يا كابتن، انا دايما بحترم المنظومه اللي انا فيها. تمام. يعني حتى ممكن انت مثلا صاحبي تكلمني او حبيبي مثلا صاحبي كبير، وما بتقوليش. ما ينفعش ان انا اطلع كلام، انت عارف حتى بينك وبين ربنا، بينك وبين نفسك هتحس ان انت صغير انك تطلع حاجه ولا تقول حاجه. مين المرشحين طيب؟ ما احنا بنقول دايما بنحط واحد من بعيد كده. أيوة. ويبدا يخش معاه ناس تاني زي ما حصل كده بالتدريج. ما ممكن ده اللي يتقال يحصل له مشكله يحصل حاجه، فخلينا قبلها كده ان شاء الله نعلن ونقول مين. يبقى كابتن معروف بقى بما انه ما لعبش نهائي الكاس. كابتن امين عمر كان ادار ماتش فيوتشر وبيراميدز في ديسمبر. تمام. في كاس السوبر. تمام. ده كان بالظبط يوم 25 ديسمبر، واول ماتش بعده كان 11 ابريل اللي هو ماتش الاهلي وزد. 4 شهور حكم دولي، بعد عن الماتشات مش مضر؟ اكيد طبعا يبقى مضر. بس ليه طيب؟ طب تعالى نحسبها الاول. يلا. الدوري توقف كم مره؟ في الفتره دي مرتين، توقف دولي بتاع مارس وقبليها امم افريقيا. طيب يعني حوالي بتاع شهر ونص. شهر ونص الدوري توقف. خلي بالك اثناء التوقف ده هو لعب ماتش في الامارات. حكم ماتش في الامارات. في الدوري الاماراتي؟ لا في السوبر المصري. ما هو السوبر المصري هو ده اللي انا بدات منه، وماتش الاهلي وزد اللي انا ختمت عنه. هناخد شهر او شهر ونص. الدوري متوقف. تمام. امين بسم الله ما شاء الله يا رب ربنا يكرمه، خرج حوالي 7 8 ماتشات في افريقيا. تمام. لو خدنا كل ماتش بخمس ايام في 7 ولا في 8 ب 40 يوم تاني، ادي اكتر من شهر. فهتلاقي ان الفترات يتوقف الدوري، زائد ان امين ما كانش موجود. عمل لكن احنا طبعا زائد كمان في نقطة مهمة جدا، أغلب الماتشات كانت متأجلة، الماتشات الكبيرة اللي فيها الأهلي والزمالك وبيراميدز وبتاع، دي ماتشات الحكام الكبار الدوليين. فأنا مش معقول إن هيستنزف في كل الماتشات الصغيرة ويجي في الماتشات الكبيرة، لأ. تمام. بدليل اللي هو كان عنده ماتش كبير، وهتلاقي عنده ماتش تاني برضه في خلال 3 4 أيام تاني برضه ماتش تاني كبير. تمام. فهتلاقي الدنيا هتمشي بقى. تمام. ياخدوا تمشي الدنيا. ماتش الأهلي والزمالك بتاع الدور التاني محددين حكمه؟ لا لسه. لسه؟ لسه لسه. بس في مرشحين؟ لا لسه والله. لم يتم فتح لسه. ده في مايو تقريبا صح؟ لسه خالص. ده قريب يعني. الشهر اللي جاي ان شاء الله. لكن لسه والله. تمام. عايز اسالك عن التحكيم العالمي شويه، سؤال كده سريع، لكن قبلها بما اننا هنتكلم عن الكره العالميه، تعالوا نشوف ماذا قال انشيلوتي بعد التاهل بريال مدريد الى نصف نهائي دوري ابطال اوروبا، وماذا قال جوارديولا بعد توديع مانشستر سيتي. قال، اتفرجت على الماتش ده واحنا بره؟ لا لا. طيب قال انشيلوتي: ريال مدريد لا يموت ابدا، تألمنا، عانينا كثيرا، وفي بعض الاوقات كنا جيدين، دفعنا بشكل رائع لمده 120 دقيقه، والفريق ظهر بصلابه دفاعيه مميزه قادتنا الى نصف النهائي، كلنا نعرف قوه وطريقه لعب مانشستر سيتي، ولكن الطابع الشخصي لريال مدريد كان موجودا في المباراه. ذهبنا الى ركلات الترجيح وبالتاكيد فيها حظ كبير وكنا محظوظين، كان لدي ثقه باللاعبين وفي لونن الذي كان هادئا للغاية، روديجر فاجأني للغاية في تسديدته لركلة الجزاء، توقعت الفوز، بدأنا بالتسجيل، دفعنا بطريقة جيدة، بعدها سجلوا التعادل. أما الجانب الآخر
كمل. هو قال ان امنت باحتمال الوصول لركلات الترجيح، بالفعل وصلنا لها وفزنا. طبعا الريال كان بيدافع بس تقريبا طول المباراه، الامر صعب، اي فريق وصل للنصف النهائي يستحق يتوج، مواجهه بايرن ستكون صعبه مثل ربع النهائي ضد مانشستر سيتي. اما جوارديولا قال لسنا نادمين على شيء، لعبنا بشكل رائع في جميع اوقات المباراه، لسوء الحظ لم نفز، لقد اخبرني كرويف يوما ما ان الحظ غير موجود وانا اتفق معه. لسه معلش اللي فات بس ما كملتوش، كان بيقول ايه في الصفحه اللي قبلها؟ كان يمكننا ان نكون افضل لكني لا اعرف ماذا يمكننا ان نفعل، ليس هناك المزيد لقوله. جاله احباط. كمل جوارديولا وقال في تصريحاته ان ريال مدريد كان الافضل في ركلات الترجيح، لذلك هم في نصف النهائي ونحن لا. برناردو سيلفا قدم مباراه عظيمه جدا على فكره، عمل ماتش دفاعي وهجومي من ناحيه اليمين ممتاز، هو من طلب تنفيذ ضربه الجزاء اليوم واهدار ضربه الجزاء قد يحدث. المباراه ادارها الحكم اورساتو، حكم مباراه النهارده. مين افضل حكم في العالم دلوقتي كابتن فاروق؟ انا بالنسبه لي لان انا كلين هو الاعظم بالنسبه لي كمثل اعلى. واللي انا شايف ان مفيش حد جه في اداء وقوه شخصيه كلنا حاليا بقى. مش معجب بحد ولا مش متابع الحكام؟ لا مش معجب فعلا. لا مفيش حد كده تحط وتقول ان ده الافضل دلوقتي؟ لا فعلا. فعلا والله. طب خلاص قول حضرتك حكم مصري. لا حكامنا طبعا بخير، هنروح لحكامنا بخير يا رب كده، واتمنى ان شاء الله ان انا اشوف امين ومعروف وبالرجال واحمد حسام ان شاء الله، محمد عادل والناس دي كلها موجوده ان شاء الله في كاس العالم وفي البطولات الكبيره ان شاء الله. ان شاء الله، وزي ما تالقوا في امم افريقيا نشوفهم بيتالقوا في كاس احمد الغندور ومحمود ناجي، عشان ما تنساش حد. طبعًا بكل تاكيد حكام كبار. وانا بتمنى لك كل التوفيق كابتن فاروق، وبتمنى لكم جميعا كحكام كل التوفيق، وبشكرك على وجودك معايا النهارده ونورتني وشرفتني. انا اللي بشكرك ودايما ببقى سعيد معاك وبالتوفيق ليك ده على طول ان شاء الله. نورتنا. شكرا جدا. نورنا الكابتن محمد فاروق، الحكم الدولي الكبير السابق ونائب رئيس لجنه الحكام في اتحاد الكره المصري، وانتم كمان نورتونا. دي مش الحلقه الاخيره هذا الاسبوع، لان بكره لنا لقاء في تمام 11 مساء. حتى نلتقي، تحيات كل فريق العمل وتحياتي هاني حتحوت، الى اللقاء.